الكواكب يقولوا قضاء وقدر، إذا كان في زلزال حصل وما في ديتكت يعني وصل لهم المعلومة، يعني خبراء وصلوا لهم المعلومة وكذا وبتموت الناس بيقولوا قضاء وقدر، هذا يعتبر إنسان جاهل لا علاق. يعني إذا كان القرآن أي شيء يفسروه القرآن موجود فيه، بالعكس القرآن موجود فيه أدوية، شو حتى الأدوية انه اللي ليال ليال حتى انه دينيا يعتبر كفر لما كل شيء توجهه على الله وانت قادر تحل. صح؟ يعني حتى دينيا، لحظه، حتى في الدين الاسلامي ذاته لما انت قادر تصنع وتسوي تحل المشكله، مو كل شيء على الله من الله وغلط وكذا، فحتى دينيا غير مقبول، يعني ليس فقط منطقيا، لانه مش كل شيء قضاء وقدر. مثلا يقول لك الاعمار في العالم العربي معدل الاعمار كم؟ 55 سنة. هل تعلمين أنه اللي داخل الإنسان هذه ما هي روح، هي عبارة عن طاقة، ما هي روح. ليش؟ لأنه ليش يا أبا أنت بالعالم العربي تموت على 55؟ يقول لك قضاء وقدر. لا، ما هو قضاء وقدر، الأمر مرتبط علميا لما أنت تموت. علميا بشنو سيد؟ أسمع صوت معزة سيد حلب، أسمع صوت معزة لو سمحت، أرجوكم أكتموا لو سمحتم. لما تموت أنت على 55 في العالم العربي، في أوروبا يموت مثلا في الدول الدنمارك وفنلندا يموتون على 90، على 85 معدل الأعمار. ليش؟ لأنه الموضوع مرتبط بالرفاهية، بالمنظومة الصحية. مثلا أنت بدك تسوي عملية كذا كذا، ما في بالمشفى عندك يقول خلص عمره. لا، ما خلص عمره، أنت سيارة الإسعاف الفاشلة عندك ما وصلتك المشفى، عندك العلاج الفاشل، الأطباء الفاشلين أدوا إلى موتك. إذن الموضوع ما له علاقة بالإله. إذن أنت لحظة شوي عزيزتي، ممكن ما تقتحمين كلامي بس دقيقة. لذلك في العالم العربي عندما تموتون أنتم من الضغط والجلطات والسكري وكثير أمراض وتموتون على 55 بسبب النكد والضغط والسكري وكبت الآراء والضيم والحروب، هذا الأمر ما له علاقة بالإله. أنت لو عايش بمكان آخر راح تعيش 90 سنة، فما تقول لي العمر قضاء وقدر بيد الله. لا، قد يكون بيدك تطويل العمر أحيانا وبيد المنظومة الصحية والبلد اللي تعيش فيه. كم لي ليال؟ صح. وبالنسبة نفس الشيء أكمل في الموضوع، يعني يصرفون فلوس كثيرة في الحج وفي العمرة وما يصرفوها علشان يتمتعوا بالحياة، يستغلوا كل لحظة في الحياة. ليال، موضوع الدين هو حر، ما دام مرتاح نفسيا الحجيج أنا معهم. أرجوك، حتى لو اخترع شيء اسمه دين واخترعوا اختراع وانبسط، أنا معاه من باب أولى ينبسط. تكلمي بغير موضوع. لا قصدي يعني ينتفعوا بها، يسووا بها الصحة، يعملوا بها مستشفى مثلا. أنت ما بدك زكاة؟ لحظة، بالنسبة للمملكة العربية السعودية إيه آخر شيء يقول لك هو سياحة دينية؟ ما تقدرين تعارضين حقهم الطبيعي. كملي بغير موضوع لو سمعت. يعني ماشي، انت اليوم تنتقدين المملكه مثلا ولا تنتقدين السعوديه على الحجيج؟ اذا الحجيج مرتاحين نفسيا، شوفي كلامي قديش هو منصف، اذا الحجيج في الحرم المكي مرتاح نفسيا انا معاهم مش ضدهم. ليش؟ لانه من باب اولى تكون مرتاح نفسيا، انت من باب اولى تعيش مرتاح نفسيا. اذا الحجيج مرتاحين نفسيا ما انا ضدهم حتى لو كان شيء وهمي. لما انتقد الحجيج ليش ما انتقد الفاتيكان ايضا؟ فحبيبي انت بالفاتيكان ولا بمكه مرتاح نفسيا، خلك برافو بس لا تاذي حدا. كملي ارجوك، كملي. إذا أضيف شيء بترك مكاني للحدا تاني عشان يواصل الموضوع. أوكي، شكرا كتير. إبراهيم كيرج تفضل عزيزي. مرحبا أستاذ سفوق. هلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ كويس موجز. بالمختصر عم بقول لحالي الكون، هذا الكون الفصيح يعني المجرات، ونحن بمجموعة الشمسية درب التبانة، شو موقع الأرض يعني بالنسبة للأكوان اللي موجودة؟ يعني نحن جراثيم أو الفيروسات، نحن بدنا عن طريق العلم بالمخابر مكبرات لحتى نشوف الفيروس. فنحن بهالكون الفصيح مين شايفنا؟ إبراهيم. صحيح إبراهيم. إبراهيم هو الإنسان. مين شايف إبراهيم؟ إذا طلعت على الفضاء أسأل رجال الفضاء. لو نعم بس أكتب يعني يعني عندك. لو سألت رجال الفضاء اليوم لما خرجوا خارج الأرض، أرجوك أكتب في صوت عندك لآخر مرة. نعم. لو تسأل أكتب لو سمحت في صوت عندك، صدى يتكرر لو سمحت آخر مرة أقول لك. لو سألت رجال الفضاء
على الكرة الأرضية، لما خرجوا خارج الكرة الأرضية راح يقول لك الكرة الأرضية عبارة عن غبرة تحتاج لمجهر، فما بالك داخل الكرة الأرضية اللي هي غبرة يوجد إنسان لا شيء أمام هذه الغبرة، يقول للثاني دينك غير ديني. هنا لازم نتناقش الموضوع إبراهيم، تخيل يعني. تفضل. أي المصيبة يعني، نحن المكبرة الإلهية شو حجمها لحتى يقدر يشوف البشر على وجه الأرض؟ يعني شيء غريب، شيء 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 عظيم أيضا. أنا بعتقد. طيب أسأل رائد الفضاء الإماراتي سلطان الزياني، سلطان الزياني لما طلع. أرجوك سيد إبراهيم، دائما أقول لك اكتم في صدر استحر عندي يا سيد. أوه سيد إبراهيم هذا مصيبة. طيب شكرا لك. اسأل رائد الفضاء الإماراتي أو السعودي، اسألهم قلهم هل رأيتم الكرة الأرضية؟ يقول لك غبرة، يعني غبرة. شخص سعودي من قبلة المسلمين راح، اسألوا القرني، كنتوا القرني على القرني أو سلطان الزياني أو شيء الإماراتي. طبعا سلطان اسمه رهيب، اسم الإماراتي طلع الفضاء اسمه سلطان للمصادفة، يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات وفي الأرض فانفذوا لن تنفذوا إلا بسلطان. فالمقصود ما هو سلطان الزياني الإماراتي، هاي صدفة. إيه فراح يقول لك الكرة الأرضية غبرة، غبرة يعني غبرة يعني، فما بالك الإنسان بداخلها يعني لا شيء أمام هذه الغبرة، يقول له ليش لابسة تنورة للركبة أو يهتم بالقضيب أو حواجب مش متنمصة. كوكو أو سهر، سهر عفوا وبعدين كوكو. تفضل. يسعد مساءكم الجميع. هلا بي. يعني هي الحكي بالنسبة للقضاء وقدر هذا إشي مستحيح، ما في إشي اسمه قضاء وقدر، لأنه إذا أنا بدي أطلع مشوار في سيارتي وأعمل حادث وأموت بنفس الوقت، إذا بديش أطلع يعني وين القضاء والقدر بالموضوع؟ يعني إحنا بتناقشوا بإشي، يعني إحنا اليوم بالقرن 22 يعني العلم الموجود اليوم فيش مجال إنه إحنا نرجع لورا 100 سنة أو 200 سنة أو آلاف السنين عشان نفكر بالجهل، ولا أنا بحكي غلط؟ صح. يعني أنت بتحكي عن الفضاء إنه اليوم في 200 مليون مجرة، مزبوط صحيح، يمكن في عالم غيرنا وفي إنسان يمكن عايش بالمجرات الثانية ما بنعرف. إحنا اليوم يعني إحنا نتطور كل يوم سهر. اليوم يعني سهر، بس أقول للمتابعين سهر لو سمحت لي بدقيقة أكلم المتابعين وارجع لك. أحبائي تشير اللايف لو سمحتم، ما في دعم لللايف، اللايكات ما وصلت مليون للأسف، وصار لنا 6 ساعات نتكلم وأنا متأسف على هذا الشيء. اللايكات ما وصلت مليون، يوجد سهم في الأسفل ما وصل 80، تخيل صار لنا 6 ساعات نتكلم، السهم ونسخ الرابط وهدايا اللايف ولا شيء، دعم صفر. طيب ليش لا أعرف؟ هدف اللايف ما تحقق ولا أي شيء تحقق، ما أدري، ما في دعم. ياخذ ساهر مكالمته ونسكر، احنا علش متعبين نفسنا. تفضل ساهر. كم يعطيك العافية. اللي بدي أوصله أنا الرسالة إنه إحنا كل بني آدم عنده عقل، المفروض الواحد يفكر بعقله يعني ويزين الأمور بعقله ويمشي مثل ما هو بفكر الصح من الغلط، مش أنا استناك تيجي أنت تحكي لي الصح، ما أنا عندي عقل ليش استناك ولا استنى واحد مربي متر بالجر. أنت اليوم عطلة سيارتك البي ام في أو بي ام دبليو أو الأودي تسأل الألمان ولا تسأل عثمان الخميس؟ أنا أقول تسأل الألمان، لأنه عثمان الخميس مثلا إذا غلطت وأنت تصلي يعني أو صبحية شخت أو فدوى زربت يعني ممكن تسأل الشيوخ، لأنه نحترم شيء اسمه عزيزي. ليش تتكلم عزيزي؟ لما أتكلم ممكن ما تقاطعني لأنه مثلي مثلك بهالجست. ماشي أوكي. طيب اكتم لما حدا يتكلم احترم واكتم، كل ما سولف كلمة تسولف كلمتين أنت. طيب ما سمعتك يعني ترى شيء عزيزي. إذا عطلت سيارتك الألمانية أو الأودي أو التويوتا تسأل اليابان والألمان ولا تسأل الشيوخ؟ طبعا الشيوخ ما تقحمونهم بكل شيء، أنا هنا دافع عن الشيوخ. الشيخ اختصاصه مسكين، صبحية ضرطت، شكرية شخت، صبحية طلع من بين فخاذها دم، وعباس ضرط لازم يتمضمض، هذا اختصاصهم، ما تحملونهم فوق طاقتهم رجاء. ايش رايك تسأل مين انت لما تعطل سيارتك؟ صراحة يعني اذا وصلنا لمرحلة انه نسأل سؤال زي هذا السؤال نسأله لحيوانات مش لبني ادم عنده عقل، يعني المفروض ارجع للألمان يعني بدون اي سؤال، يعني ما في نقاش بالموضوع. يعني اذا احنا بدنا نضل بالأسئلة هاي معناته احنا ما في، مش راح نتقدم من هون لمليون سنة. طيب انت ليش تقدر تعطي؟
انت تقدر تعطي شيوخ الدين وظيفه غير من الصره للركبه؟ اتحداك، كل الوضع من الصره للركبه. حتى الغرب ينظرون للغرب من بين فخذ من بين فخاذ رجوه وشكريه وفدوه ورهوفه، تنظرون للغرب من بين فخاذ فتاه. ليش ما ننظر لهم من جهه الصناعات والتطور؟ ايش رايك؟ هذا السبب الجهل اللي عندنا، على هذا اكبر دليل على انه احنا ناس جهال، ما عندنا علم، احنا ما بنفهم. احنا لولا الغرب ما بنحمل التليفونات اللي بنحكي فيها قاعدين، يعني اليابان والصين ما بنحمل. انت ما بقدر اوصل لك توصل لي. تشتم الصين من تليفون صيني، وتشتم اليابان من سياره يابانيه، وتشتم الالمان من سياره المانيه. هذا 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 سخافه، هذا حتى ربك ما يرضى. وانا قاعد اليوم بعدني مش عارف ادخل الحمام باجري اليمين ولا الشمال، مش معقول هذا الحكي. طيب ممكن نعطي حدا، سيد سهر، نعطي سيد عبد الرحيم، تفضل. السلام عليكم، ممكن تاجلني شوي استاذ صفوق؟ طيب اجلك، اسمعنا بالتعليقات مشان حلو الواحد ياجلك مشان تبلغ على كيفك. تفضل يا ست ليال. استاذ صفوق زاد محترم مشان تبلغ براحتك، مو اجلني انا بعد شوي اتكلم عادي. استاذ صفوق خلاص عليك وعلى صفوق. تفضل يا عزيزتي ليال. ليال، كوكو، تفضلي، حد عنده شيء؟ ما عندكم اي مداخله؟ كوكو، انا ممكن انا اول شيء صفوق، انت حطيتني بصندوق يا زلمه، يعني اعطيتني فكره انه مش فكري. انا انساني، ما انه كل شيء بحطه على القضاء او القدر، انا بحطه على المسببات الانسانيه، مسببات الحياه. بعدين لما بوصل لشغله مشدوده نهائيا، لما بشعر بعجز بلتجأ لرب العالمين، عرفت كيف؟ كوكو، اذا احترق بيتك او يعني بالليل، ممكن تدعين؟ شو تقولين يعني؟ شو تتصرفين؟ او اذا صابك مرض وانت بالليل بالبيت الساعه 1 بالليل او 10 بالليل، شو تسوين؟ شو تقولين؟ بقول يا الله، وبعدين بعمل بالاسباب. يعني ما قبل ما تقولين يا الله، ما انا شوي. كوكو يا كوكو، عم نتناقش عاد، انت خليني اسال. قبل ما تقولين يا الله، يعني ما المفروض تخبرين للإسعاف والإطفائية، مو أحسن؟ أنا أقول طبعا، وأنا عم بكبس الزرار شو اسمه الإطفائية، بقول يا الله ليش. طيب ماشي، لو ألقينا الإطفائية والإسعاف، هل يطفأ المنزل بالتكبير؟ لأنه في السنة بالتكبير يطفأ الحريق. انت عم تكبر، ليش انت عم تحددني او عم تعطي الفاظ انه انا انسانه متخلفه وكذا؟ انا عم بقول لك عم دق للاطفائيه، وانا عم بقول يا الله لهدئ نفسي، لهدئ من روعي، انا بشر، راح اكون انا مرعوبه، راح اكون كذا. شو بيقول؟ او ماي جاد، واللي بتقول كذا، راح اقول هيك، وبعدين اعمل بالاسباب، وانا عم بعمل بالاسباب بقول هيك، لهدئ من روعي، صح ولا لا؟ بالنهايه انا بشر، بالنهايه انا عندي مخاوف، عندي كذا وعندي كذا، بدي اقول يا الله. أول ما كل واحد منا سواء كان ملحد واللي مسلم واللي بوزي واللي كذا، بقول يا الله أول شيء. ليه؟ لأنه في جواتك أنه أنا خلص. وياما بتيجي الإسعافات متأخرة بدولنا العربية، وياما بتيجي الإسعافات هون بالدول الأجنبية بدقيقة. الحمد لله. صح ولا لا؟ بس أنا من سايك بدي أقول لك شغلة، مو إنه كل واحد بيحكي عن إنه هو إنسان مؤمن فهو متخلف. عزيزتي أرجوك لو سمحتي، ناسي، تفضلي. أنا رح أروح. يلا يسلم. ماي باي، شكرا لك حبيبتي، ميرسي. تفضل ناسي. هاي، بس أنا حابة رد على زيدان فيني، الشخص اللي كان قبل كان عم يحكي عن الخنزير، وبيقول لك بكل ثقة علمياً إنه الخنزير مش منيح. بس لحتى أقول له إنه علمياً أصلاً الأنسولين، يعني يلي بيعالجوا فيه مرضى سكر، بياخدوه من الخنزير، كمان بيسحبوا منه جيلاتين،
كمان لحم الخنزير اصلا مثله مثل اي لحم، بيقول لك لحم الخنزير مجوي. طيب ماشي، على اساس البقره مثلا بتتحمم بهيد اند شولدرز، ما كله نفس الشيء، كله هيدا هي اللحوم كلها مثلها مثل غيرها. ما فهمت يعني ليش الخنزير هو اكثر شيء بيدخل بصناعات كثير اشياء وبيقدوا كمان، بس مش كله بيشوفوه للعالم. ثلاث ارباع العالم اصلا اخذ يعني باي شكل اخذت من منتجات الخنزير، لانه كثير بيستعملوه بالصناعات وبالادويه كثير. فما فهمت كيف بيجي بيتجرأ بيقول علميا. ثاني شيء اصلا علميا مثلا اذا بدك تقارن مثلا هلا الدجاج مع لحم الخنزير، علي لو سمحت يا سيدي، ما يكتم المايك، اضطر انا اقول لو سمحتم اكتموا المايك لانه في دوشه. تفضل يا سيدنا انت كمل. ببلاد برا بيعملوا مزارع خنازير وهيك قصص بتكون كثير نظيفه، هيدا اول شيء. ثاني شيء اذا بتقارن لحم الخنزير مع الدجاج، هلا مثلا الدجاج هلا كله مقبر كله كورتيزون، اوكي الافضل هو لحم الخنزير اصلا. فوتوا شوفوا عند حيلا دكاتره او بحوص علمي، مش تالفوا من عندكم واحد ولا بيالف من عنده. مرضى السكر كلهم بيتعالجوا من الانسولين، مصدره خنزير. هلا صار في مصادر تانية بس من الاول اكتشفوه من الخنزير، من الانسولين تبع الخنزير، وهيك بندرس اصلا يعني. فما فهمت بفوتوا ببلشوا يحكوا بالعلم وعلى اساس بكل ثقه يعني. انا بالنسبه لي نانسي كلام مش مزبوط وما عندي مشكله مع الخنزير. سيد مارو عندك شيء؟ تفضل يا جماعه، روحوا مناقشوا لكم شيء واحد يفهم. سيد مارو، سيد مارو فكر الجنوب، انا ما اعطيتك الاذن حبيبي. مارو تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام يا اخوي. ممكن نسأل نحن أي إنسان تقي يكون إمام جامع ولا عنده واسطة مع الخالق بإذن الله، نسأله هل إذا مرضت تسترسل مع الله والصلاة ولا تروح دكتور؟ هي شغلة محلولة يا أخوي. هو يروح الطبيب وهو صاغر، يعني يروح على الطبيب وهو صاغر ويقول له الطبيب أي شيء، يقول له نعم وبأمرك، حتى لو كان فيها عمليات ولا نقل دم، يقول له أشكرك وندفع فلوس ونعم، وبعدين يرجع مرة تانية بعد ما تعود صحته عليه ويرجعوها الكفرة له، يروح يرجع يخطب بالناس ويقول لهم أطيعوا الله وأولياء الأمر. وشكرا لك. يعني مارو تقصد أنت إذا واحد راكب سيارة الإسعاف مرضان ما يأخذوا سيارة الإسعاف على ألف مسجد في المدينة، بل يأخذوا إلى المشفى الوحيد. والنعم. طبعا اكيد ياخذك على الدكتور. هي القصه شنو يعني؟ هو ما ادري، الناس تمرض في دول ما بها مشافي كالدول المتاخره عندنا ولا بالسودان ولا قديما بالصومال ولا هنا، تقول لي قضاء وقدر؟ لا، الموضوع مو قضاء وقدر، الموضوع انه في غيرك يعالج هذا المرض. فالموضوع ما هو مرتبط بقضاء وقدر ولا بابتهالات، مهما عملت ابتهالات. ويقول لك عجوز كانت مريضه بالسرطان بالكانسر، ذهبت ودعت ثم شفيت، قال لها الأطباء في المشفى من الذي عالجك؟ قالت دعوت ربي. حاج كذب تكذبون على الناس، ده مو بعلاج ما يروح، هذا كلام فارغ. عزيز أوشكان تفضل. أوشكان السلام عليكم حبيبي صفوق، شلونك؟ صوتك بعيد عزيزي. مرحبا. أهلا أهلا، كيفك أخوي؟ أخبارك تمام؟ صوتك ضعيف، ممكن تحشي برات السماعات أو والله ما بعرف، انا مو حاط سماعات بس انه الو تسمعني؟ اي تفضل. ايه اخي صفوق، كنت بدي اسالك والله هذا سؤال يعني من زمان خطر على بالي، بس انه هلا صار لي مجال بدي احكي معك فيها. لازم. انت تعرف لازم عدد تعرف عدد المفروض تسالك العدد اللي التحقوا الى الالحاد بسببك مثلا، فيك شو بدك تقدم له مثلا؟ مثلا سواء وظيفه او اللي التحقوا على الالحاد مثلا اللي بسببك، مو اللي قبلك او اللي بسببك. كيرو ارجوكم كتم لو سمحتم المايك لانه في ضجه كبيره. عزيزي ما فهمت سؤالك لو سمحت. عيدي اخوي سبوك تسمعني؟ يا اخي اسمعك بس ما سمعت سؤالك شنو. ما سالتني ترى. قلت اللي التحقوا الحاد بسببك، شو فيك تقدم لهم مثلا؟
اللي أول شيء اللي التحقوا بالإلحاد ما عاد يفرض عليك جزية ولا يعتدي عليك دينيا ولا يقول لك دين أحسن من دينك ويعتبرك إنسان وما عنده مشكلة مع اليهودي والمسيح وعباد البقر وما له مشكلة مع أي بشري في الكون. هذا شيء إيجابي. هذا سؤالي أخوي سوق سوق أخوي سوق. يعني في ناس كثيرين قبلك التحقوا الإلحاد أوكي، وفي ناس من بعدك التحقوا بالإلحاد وما عرفوك، بس اللي 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 التحقوا الإلحاد بسببك شو فيك تقدم لهم مثلا؟ شو فيك تكافئون مثلا؟ شو بدك تنصحهم؟ ما في لا ما فيني لحظه. انا كافئهم بالحياه، انه يعيش الحياه وما يستشهد في سبيل كذب وما أيوة. يستشهد في سبيل عيش المسؤول وشيخ الدين. واغلبهم في سوريا في العراق في لبنان في ليبيا تركوا السلاح، وخصوصا في العراق قالوا لي احنا قاعد نستشهد بهذا الكذب ونستشهد تعيش المسؤول وشيخ الدين، لأنه ما في مسؤول أو ابن مسؤول أو شيخ دين وابنه استشهدوا فداء الوطن. فأنا أقنع هؤلاء أن يحيوا أن يعيشوا الحياة بالحب بالتفاؤل، يحبون جميع البشر من باب أولى تعيش، ولا يكذبون عليك بعد الموت ومن باب أولى تعيش. فهذا شيء أكبر مكافأة أقدمها لهم عزيزي، مكافأة الحياة بدل الموت. أخوي سفوق، السؤال ثاني. انت طبعا ما تؤمن بكتاب الله وقرآن اوكي. طيب في جمله بدي اقول في سوره او في مثلا جمله بالقرآن الكريم يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، حرمت عليك 11 حدا، فهذا الشيء لك اعتراض عنه انه محرمين عندك ولا لا؟ شو بالنسبه لهذول؟ عزيز فهمت سؤالك، انه هل ينكح الملحد مثلا امه او بنته صح؟ انا ممكن اجاوب لو سمحت. سألني انا لو سمحت. بالنسبه للنكاح، حتى لما نزلت ايه البغال والحمار اللي تركبوها، قبل نزول الايه ما كان حدا شايل جحش على ظهره، يعني ما كان الجحش يركب الانسان قبل نزول الايه. يعني هذه الايه مثل قلتها، يعني انا اقدر اقول لك الان القطارات والسيارات اللي تركبوها راح تقول لي طبيعي، نفس الشيء الحمير والبغال اللي تركبوها فما كانت الحمير تركبنا، نفس الشيء آية حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، نفس الشيء في الجاهلية وفي الآشوريين 6000 سنة قبل الإسلام والبابليين ما كانوا ينكحون أمهاتهم، حتى في الجاهلية عندهم نخوة لا ينكحون أمهاتهم، واليوم فنلندا والدنمارك الملحدة لا ينكحون أمهاتهم. والتفسير العلمي لهذا، أنا أعطيك التفسير العلمي وهذا أهم شيء، اللي هو اللي ما يخليك تنكح بنتك ليس الدين يا عزيزي، هو التربية في نفس البيئة. شلون يعني؟ يعني أنت اليوم ولدتك أمك عمرك يوم واحد، تركتك أمك راحت من العراق لإسبانيا، إجت ربتك مرة عراقية ما هي أمك، ها وأنت كان عمرك يوم واحد، بعد 20 سنة تجي أمك من إسبانيا أنت ما تعرفها راح تنكحها، دينك ما يمنعك لأنه ما تعرفها، أمك اللي ربتك يستحيل تنكحها مع أنها ليست أمك ويحق لك تنكحها أساساً. فعزيزي هنا شو؟ هنا نكتشف علمياً أنه النكاح يمنعه التربية في نفس البيئة في نفس البيت، لدرجة أنك لا تنكح أختك لأنك متربي معها. والآن في العالم العربي يقول لك بنت عمي مثل أختي لا أستطيع أن أتزوجها، فهنا التحريم ليس ديني عزيزي، ليس ديني. مو حرمت عليك بس شو اسمه بس أمك مثلا، أنت مو عايش مع خالتك، مو عايش مع عمتك، مو عايش مع بنت أختك، مو عايش مع بنت، يعني يا حبيبي من البيت يعني بعض الحيوانات ما ينكحون. عزيز أسكان يعني أنت اليوم تقدر تقول المسلمين اللي ألحدوا بسبب صفوق الشيخ ناتشوا أمهاتهم؟ لا حبيبي، ما سؤالي هذا واضح وصريح، ما قلت هيك يا صبوق. انا اللي قلت اللي التحقوا هدي شوي لحظة عزيز، انت اليوم اذا تركت الصوم والصلاة وتركت كل شيء ما راح تنكح امك، هذا الشيء مو ديني فطري. يعني طبيعة الانسان لما يتربى بنفس البيئة، يعني خالتك انت تنكحها اذا ما كانت عايشة بنفس البيئة لانه ما تعرفها. هو المعرفة، طابع المعرفة، روح اسأل الطبيب يقول لك فعلا التربية في نفس البيت تمنعك تنكح هذا الشخص اللي ربيان معاك بنفس البيت منذ الصغر او كذا يعني. فالسبب علمي وليس ديني لو سمحت عزيز، ارجوك هذا ضغطوا عليك العالم. سؤالي واضح وصريح، اللي التحقوا بسببك انا مو ضدهم اوكي، كل واحد له فكره له. شكرا لك عزيزي، واتمنى منك ما تلحد مشان ما تنكح بنتك وامك، اتمنى ما تلحد انت، لانه انت مشكله اذا الحدث راح تنكح امك وبنتك، وهي مشكله كبيره صراحه عندكم. تفضل عزيزي
الجورو او الجورو الجوردو جوردو جوردو انا جوردو الجوردو 69 تفضل. اوكي انا بشكرك كثير 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 على التنوير، ويعني شيء هذا ما راح يتقبله المسلمين بسلاسة، يعني لانه انت يعني مو ملقنينك درس، يعني حاطين لك اسفلت في راسك، صعب كسر، هذا اصعب من الجليد. يعني يحكي لي الملحد بينكح امه، يعني قبل الرسول كانوا بينكحوا امهاتهم، طبعا غلط، تفكير بسيط وساذج. الاخرى بتحكي لك بتقول لك بالدعاء بتشيل كل شيء. الجوردو الجوردو بس اقول لهم شيروا اللايف وادعموا اللايف على 1,000,000 لايك ارجوكم، والتشير ونسخ الرابط وهدايا اللايف لو سمحتم، رفع اللايف باي طريقه لو سمحتم مشان نستمر. تفضل الجوردو. شكرا. بتقول لك هذه الدعاء، يعني انت لو واحد مريض بيروح على مستشفى بعد ما يتداوى من طبيب بيحمد الله، على شو بتحمد الله؟ المفروض تشكر الطبيب. لو انا طبيب وبشوف واحد بعد ما عملت له العمليه وصار رجع على حالته الطبيعيه وبيحمد الله، انا بشيل له الاسلاك وبقول له فرجيني الله راح يرجع لك الاسلاك او لا، من راح يداويك؟ يعني تفكير. وهم في نفس الوقت المسلمين بيقول لك كل شيء مكتوب في الكتاب المحفوظ ولا شو، هذا عند الله موجود الكتاب، كل شيء، كل واحد رزقه مكتوب، يعني من اليوم ما تتولد الى الممات. تمام. الجوردو الجوردو بتطلب من المتابعين شغله، اطلب من المتابعين امر وارجع لك، خليك معي، شيروا اللايف ارجوكم ادعموا اللايف، وفي شغله اطلبها منكم، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات تم، اكتبوا لي تم في التعليقات وفوتوا على اول فيديو في المثبته، اتمنى تشاركونه على اوسع نطاق وتصعدونه اكسبلور، اول فيديو في المثبته، اول فيديو صعدوا لي اكسبلور اول فيديو في المثبته، ولايكات وتعليقات لهذا الفيديو واكسبلور، اكتبوا لي تم وفوتوا على اول فيديو في المثبته، اترجاكم رجاء طلعوا اكسبلور لانه كثير مهم وخاصه النساء، فيديو عظيم للنساء، اول فيديو في المثبته، اعملوا له اكسبلور خرافي، اعمل 50 اكسبلور، تعليقات لايكات صعدوا لي لو سمحتم، لانه موضوع ضروري اول فيديو في المثبته. كمل يا الجوردو. ماشي اوكي ماشي. يعني انت لو بتدعي على شيء، يعني انت بتدعي بدك تغير اللي كتبه الله، يعني انت مو مقتنع باللي كتبه لك الله، يعني هذا التفكير. يعني هم بيقولوا كل شيء مكتوب ومسجل وكذا وحياته، وفي نفس الوقت بيدعي، على شو بتدعي انت؟ دعائك ليش؟ يعني شو الفائده انت؟ ما فيش، ما عندوش ولا دعاء. وبالنسبه للنقطه هذه انت هلا حكيت على النساء، انا بدي واحد مسلم هلا ولا مسلمه تطلع وبتعطيني 3 ولا 5 شغلات، مثلا لو واحدة ألمانية بدها تيجي على الإسلام، شو الإضافات راح تصير عندها، شو الامتيازات اللي راح تصير عندها، والعكس وبالعكس. يعني لو أنت بتيجي لواحدة ألمانية تقول لها لازم تفوتي على الإسلام، شو راح تكون، شو الإضافات لها؟